غير عادية. أنا كفنان أما حد يعمل لي احتفالية أو ليلة، إيه اللي يسعدني؟ إن يتعمل لي حاجة تحسسني بمقداري، تحسسني بغروري، تحسسني بكفاحي، تحسسني بطريقي. وده اللي اتعمل لمحمد منير امبارح، اتعمل حاجة طليق بمحمد منير، حاجة هو يفهمها، هو يستوعبها. طبعا شيء عظيم ان يبقى عندي جمهور كتير بيتفرج ومتزاع على 7-8 محطات فضائية كبيرة واذاعات وبث مباشر، كل ده عظيم. انما انا راجل مغني وليا في المزيكا المحترفة، ألقى معمول لي شيء يضارع، انا مش ببالغ، بيوت الاوبرا العالمية اما تيجي تعمل حفلة مهمة وحفلة عظيمة لحد تحتفل بيه. يا جماعة انا امبارح في حفلة محمد منير دي شفت آلات معرفهاش، وعازفين عازفين من مستوى عالمي. امبارح انت جايب واحد من كولومبيا، انت جايب واحد من ألمانيا، انت جايب واحدة من اليابان. انا امبارح شفت التشيلو الكهرباء، شفت الراجل بتاع الهارب ده الغريب فيكتور ده، حاجة مذهلة. شفت اداء موسيقي، شفت التوزيع العظيم اللي عامله هاني فرحات، شفت الكمانجات اللي جاي فيها عازفين وعازفات من بره، من اوبرا كييف واوركسترا كييف وحاجات عظمة على عظمة، شفت طبل وإيقاعات، شفت بيز جيتار غريب، شفت فتحي سلامة وهو بيعزف البيانو، واحد من القليلين اللي واخدين جوائز عالمية في العالم. أنا كمحمد منير كده اتكرمت، أنا اتعمل لي حاجة بمقداري. كان ممكن امبارح نتفرج على حفلة جميلة فيها محمد منير زي ما استمتعنا بيه الاربعين سنة اللي فاتوا، واقف مع الفرقة بتاعته الجميلة المطعمة ببعض العازفين الأجانب والناس تنبسط. إنما اتعمل تذوق آخر، اتعمل شيء جميل، اتعمل حاجة لا تتخيلها. طلع أحمد سعد غنى أغنية جميلة أو أغنيتين، وموال طلعوا كايروكي غنوا أغنيتين. يا جماعة هيئة الترفيه دي مش بتعمل حفلة، مش حاجة، بيقعدوا يدوروا على ايه الجديد، ايه الشيء المميز. انت ازاي نقيت كل العازفين دول من كل مكان في العالم، وازاي الست اليابانية دي اللي بتعزف حاجات ملهاش علاقة بالاغنية يبقى ليه علاقة بالاغنية. انا عايز اوري حضراتكم نموذج للي حصل امبارح في أغنية علي صوتك بالغنى. علي صوتك بالغنى، إن ما كانش يعني ذاكرتي خانتني، ده الموسيقار الكبير كمال الطويل الله يرحمه يعني. أنا عايز أوري حضراتكم الآلات دخلت إزاي وعملت شغل إزاي. إحنا بنتفرج على إخراج جديد، على تكوين جديد، على هندسة والله ما ببالغ، هندسة موسيقية مختلفة. امبارح البراس سيكشن اللي هي آلات النفخ النحاسية ديت وبتاع، حاجة مرعبة. الكمانجات حاجة مرعبة، التشيلوات حاجة مرعبة، الإيقاعات حاجة مرعبة، الراجل ده حاجات يعني أسماء تهز الدنيا، وعازفين مش محترفين أسطوريين. يعني هنا بقى محمد منير واقف على المسرح يقول إيه؟ أنا تم الاعتناء بيا، أنا اتدلعت، أنا اتكرمت، أنا اتعمل شيء يليق بمسيرتي. غير طبعا جمهور جدة الجميل اللي المسرح سولد أوت، الناس كلها موجودة لغاية الساعة 2 الصبح بيتفرجوا وسعداء ومبسوطين، والعالم العربي كله بيتفرج. يا جماعة ادي الست العازفة اليابانية دي في اوركسترا كيف دي،
يا جماعة الناس امبارح كانت بتتفرج بالملايين من المحيط للخليج. الحفلة ما كانتش في جدة، الحفلة كانت في العالم العربي، العالم العربي كله. وحاجة تطول الرقبة للفن المصري، مطرب مصري ومايسترو عظيم هاني فرحات ده عمل نقلة في توزيعات الفرق وفي المزيكا. خلينا نسمع، علي صوتك، وعايز اوري حضراتكم ايه اللي اتعمل عشان اللي ما شافش يشوف ايه اللي اتعمل. بالمناسبه جايز المذاق ده يكون غريب بالنسبه لك، انما هي كانت هندسه موسيقيه جديده، ان الناس تبقى قاعده مستمتعه كمان بالمزيكا. لان هو دائما ايه، انت علي صوتك، علي صوتك بالغنى لسلاني ممكنه، مش هو ده الموضوع؟ انما لا، في حاجه ممتعه اضافيه، في توزيع، في عازفين مهره، عازفين عبقره اللي كانوا موجودين امبارح. نشوف ونرجع تاني.
اخي شيء مبهج. مقامك يا كينج ده مقامك يتعمل لك حاجه خرافيه تفاصيلها كتيره جدا ومذهله. انت لازم تفهم. طب وانا اقعد اقول تفهم واتجابوا ازاي واتعملوا ازاي ومين دول؟ يعني فيكتور ده من باراجواي، سياكا دي كاتوسكي دي اليابانيه ديت في اوركسترا كييف عازفه عالميه، ناس كتير من اسبانيا، الراجل بتاع الاسبانيش جيتار ده، كل الناس دي، في ناس من المانيا، في ناس من فرقه منير. امبارح كان المايسترو العظيم اللي واقف ده هاني فرحات، كان ترند في مصر، حاجه تفخر بيها كده. هاني فرحات ده قيمه عظيمه. معانا المايسترو هاني فرحات. ازيك يا هاني؟ ازي حضرتك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الف مبروك. فضل ربنا، فضل ربنا هاني. ايوه يبارك فيك. الحمد لله، فضل ربنا، فضل ربنا. الناس دي اتلمت ازاي؟ يعني فكرتوا ان انتوا تعملوا التوليفه العظيمه دي ازاي كلها؟ الصراحه دي فكره ابو ناصر كلها من اولها لاخرها، هو فكر فيها واتكلم فيها معايا ومع منير من حفلة تاني شنودة، يعني من 4 شهور ونص 5 شهور. هو جه فاجئني قال لي انا عاوز اوركسترا من كل حته في الدنيا، عاوز تجيب لي كل اعظم عازفين، من اعظم العازفين على قد ما تقدر يعني. فكانت طبعا مشكله عظيمه ان الناس دي بيرتبطوا بالسنه، يعني جدولهم بالسنه كامله. فدي كانت مشكله عظيمه ان احنا نوصل للناس ونقنعهم ان هم لازم يفضوا نفسهم 10 ايام لينا، يجوا يقعدوا معانا ويعيشوا معانا. ففضل ربنا الحمد لله علينا. وطبعا فضل ان يبقى دايما حد في ظهرك بيقول لك احلم، اعمل اللي انت عايزه، شوف احلامك ايه واعملها، وانا في ظهرك اعملها لك. يعني انت فاهم انا بقول لك ايه؟ ده انا فاهم، انا فاهم. هاني الاندماج، الاندماج حصل ازاي؟ ده كان فيكتور ده الراجل ده يعني قاعد معانا بقاله سنين. دول شغالين، كانوا شغالين اكشلي معايا من اونلاين بقالهم شهر ونص. عندهم البوتس وعندهم النوت وعندهم كل حاجه، يعني هم بيذاكروا واحنا بنذاكر، وكانت كل حاجه متحضره على الورق كويس جدا بفضل ربنا علينا يعني. فالناس دي انت عارف مستوى من الاحترافيه عظيم، فكانوا شغالين من شهر ونص اونلاين معايا على النوت وعلى هيعملوا ايه وعلى ادوارهم ايه وهيخشوا ازاي وهيطلعوا ازاي وكل حاجه. فلما جم كانت سهله، كانوا عارفين كل حاجه تقريبا يعني. بعد اول بروفه كنا خلاص بقينا اصحاب واخوات وبنهزر مع بعض وزي يعني الاوركسترا كله دخل في بعض اكنهم عايشين مع بعض، اوركسترا واحد تلعب مزيكا طول عمره مع بعض يعني. ده فضل ربنا. هاني انا كنت بشوف لغه خاصه بينك وبين الكينج وتشجيع كده وحاجات وتبص له ويبص لك، كان في لغه بينكم شغاله طول الوقت. ال 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 الكينج مرعب. انا ده اكتر مشروع اشتغلت عليه وانا مرعوب واعصابي تعبانه جدا، لان انت عارف جمهور منير جمهور خاص جدا، واحنا دايما بنقول عليه خط احمر، ما ينفعش تيجي جنب منير في حاجه، جنب جمهوره، جنب شكله، جنب شخصيته، جنب طريقه غناه ومزيكته. فده كان تحدي عظيم وكان مشكله عظيمه. منير تاريخ ويعني راجل مدرسه عظيمه، عدى عليه اجيال كتيره جدا، هو ثابت وعدى عليه ازمنه كتيره، هو ثابت بشخصيته باتيتيوده بطريقه غناه بطريقه مزيكته. فاعتقد منير يستاهل ان احنا كلنا ندلعه، كلنا ندلعه. انا اصلا واحد من الفانز بتوع منير، انا يعني واحد اتربيت وكبرت على اغاني منير. انا عايز اقول لك كمان الفينالي حدوته مصريه كان عبقري، عظيم عبقري. دي فكره ابو ناصر، فكره ابو ناصر، حدوته مصريه دي فكره ابو ناصر. الطبول في الاغنيه هزتنا واحنا قاعدين يا راجل، الدمعه نزلت من عينينا امبارح وانت بتقفل. فضل ربنا، فضل ربنا، فضل ربنا علينا الحمد لله، والحمد لله الناس اتبسطت. انا عايز اقول لك على حاجه غريبه جدا، انت متخيل ان انت تبقى قاعد يعني بتشتغل مع اوركسترا في 4 عازفين بيلعبوا مزيكا معاك حاصلين على جرامي، انت يعني اكنك بتعمل فيلم جايب 4 ممثلين. فتحي سلامه لما عمل السولو بتاعه، ما انت كمان مفتري، مفيش اغنيه غيره معمول فيها سولو، عود، هارب،
كمان بيانو الكتريك جيتار. ما انت افتريت على نفسك يا هاني، مفيش اغنيه غير معمول فيها سولو. هو كان لازم نستفيد من الناس اللي معانا، كان لازم نستغل كل المواهب العظيمه اللي معانا دي، ولازم كنا هي الفكره كلها ان هو كنا نعمل شو موسيقي المنير. اتعمل احلى حاجه، فضل ربنا علينا، فضل ربنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان الناس اتبسطت، والمدير يستاهل كده ويستاهل اكتر. ابو ناصر قال لك ايه بعد الحفله؟ قال لي وحش كالعاده. دايما. عمره ما يقول لي كلمه. لا لا لا، ما بيكبرش خاطر حد، هو ما بيعجبوش حاجه. لا لا لا، هو انا عايز اقول لك ان في بدايه المشروع ده هو حط عليا كم من الضغوط رهيبه، يعني مثلا حط عليا ضغط قال لي انا عاوزك تبهرني. قلت له احنا هنهزر، هبهرك ازاي؟ انت انا احمد ده انت عشره عمري ما بتبهرش، مفيش حاجه بتبهرك، هبهرك انا ازاي؟ يعني فهو انت عارفه بيحط عليك ضغوط ان انت تطلع. طبعا دايما اقصى حاجه عندك دايما. المايسترو الكبير هاني فرحان، بشكرك شكرا جزيلا. انا متشكر لحضرتك جدا، ثانك يو. راس بثعل النهاية بشر من العباد. طبعا يعني منير مش محتاج تعريف، بس انا عايز اقول لكم حاجة. امبارح انا وقفت عندها، ودي نموذج للروقان في الشغل، نموذج للمزاج في الشغل. الناس دي بتشتغل بمزاج يا جماعة. هيئة الترفيه دي عاملة لغاية دلوقتي 70 حفلة مكتبة، يعني فيهم 300 ساعة مزيكا، أشياء جديدة ومختلفة، 300 ساعة مزيكا مكتبة كاملة. امبارح أحمد سعد وقف قدام الراجل العالمي بتاع الكمان ده يليل معاه. أحمد كسبه معركة بين تليلة أحمد سعد والكمانجة. أحمد يقول له هتشوفوا دي دلوقتي، أحمد يقول له قول كده، فالكمانجة تقول ما تعرفش تقول زي أحمد. أحمد كان عبقري امبارح. الروقان، مين يقعد يفكر يعمل حاجة زي دي؟ ما خلاص يا جماعة، طلع أحمد سعد غنى الأغنية. إنما الروقان في شيء مبتكر، في حرية إن أنت تفكر، وفي قدرة إن أنت تنفذ. هي مش قدرة بس، في حرية. أنا عايز أعمل كده، طب نجيب لك إيه؟ نعمل لك إيه؟ أنا عايزكم تشوفوا هذه المعركة وهذا السجال بين صوت أحمد سعد وبين كمانجة محترفة عظيمة. نشوف ونرجع تاني. Yeah.
الاتنين دول ما يعرفوش يكلموا بعض، يعني لو قعدوا مع بعض على القهوة مش عارفوا يكلموا بعض، بس كلموا بعض بالفن بالمزيكا. انت شايف الناس مستمتعة دي؟ انا امبارح كنت جايب واحد فول بالبيض واحد طعمية بالبيض ومخللات وقاعد باكل ومبسوط ومستمتع. انت عايز ايه اعظم من كده؟ استمتاعك بفن راقي، ترفيه محترم، حفلة ممتدة مش قادر تقوم من قدام. اللي عجبني برضو امبارح الموال اللي عمله احمد سعد للكينج، عمل له موال حلو، اغنية فيها تكريم وحب واحتفالية برضو. شايف الناس سعيدة ازاي؟ وايه جمهور المملكة ده اللي حافظ الاغاني كلها؟ جمهور مشجع، جمهور جميل. ما هو برضو الحفلات دي يا جماعة ممكن يبقى دمها تقيل لو جمهور مش لذيذ مش روش. ايه العود اللي كان بيتعزف امبارح؟ ايه الجيتار اللي كان بيتعزف امبارح؟ هي فعلا هندسة موسيقية، كان في هندسة امبارح بتحصل. عايز اوريكم الموال اللي عمله احمد سعد امبارح لمحمد منير، حاجة عظمة، شيء عظمة برضو. نشوف. بيسلم جيل الفن المصري العظيم، جيل بيسلم جيل. وزي ما بقول حضراتكم هذه الحفلة تليق بمحمد منير، تليق به ان هو يبقى فيه في المكتبة
العربية الموسيقية الحفلة ديت بهذا الشكل، حاجات بقى يعني زي اللي بنشوفها بتتعمل بره لسيلين ديون واللي اتعمل لبافاروتي والحاجات اللي اتعملت وذا بارك والحاجات ديت في الحديقة وفي الهايد بارك وكل الكلام اللي اتعمل للفنانين الكبار ده، أنت ترى شيء محترم، شيء جميل، لازم هتلقى حتة في جسمك ماضي عليها محمد منير، لازم هتلقى حتة في دماغك أو في وجدانك أغنية أو عبارة أو حتة حب أو قصة غرامية أو مرة كنت في العربية وحاطت الكاسيت جوه العربية كل هذا الجمال وهذه العظمة وهذا التكريم وهذا الدرع، كل دي أشياء جميلة. أنا انبسطت وكنت فخور جدا بحاجتين، فخور بالفن المصري وفخور باللي اتعمل امبارح في جدة، اتعمل شيء جميل، شيء فعلا هو نقلة، دي نقلة يا جماعة في الحفلات، ان انت تشوف حفلة مختلفة فيها كل المجهود ده وكل التفاصيل دي. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني الفقرة القادمة، لسه عندي حكايات في الحلويات، ابقوا معنا. علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي، علمونا عليك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي، علموني اعشق صحابي وانسى وين